استكملت القوى الأمنية اللبنانية تحقيقاتها في الهجوم الانتحاري وتمكنت من الإمساك بطرف خيط قالت أنه سيكشف عن هوية المنفذين والجهة التي تقف خلفهم. في هذا الوقت نفض شارع عين السكة في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت غبار الهجوم الانتحاري، ومن المتوقع أن تعود الحياة إلى هذا الشارع تدريجيا ابتداء من الغد. وصل الموت إلى منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت. في هذا السوق الشعبي الضيق حصد الإرهاب أرواح الفقراء، حط الموت بين أصحاب المحال وبين رواده وأبناء المنطقة ليدمر الهجوم الإرهابي جزءا من محطة دائمة لجميع قاطني الضاحية الجنوبية لبيروت. عين السك لمن لا يعرفها هي صباحا قبلة النسوة لشراء حاجياتهم، وليلا مقصد شبان المنطقة للسهر، وجوه يغص الشارع بها عادة غابت عنه اليوم. الاكتظاظ الصباحي اقتصر على الجهات الأمنية والشخصيات السياسية التي أتت لتفقد المكان. المنطقة اليوم مشغولة بلملمة أشلائها. إنه الله بيحبني وقف بالمحل، كانش عندي ولا زبون، يعني هيدي نعمة من نعم الله. وفجأة ما شفنا إلا الدنيا صارت صوتها وصوت انفجار مش طبيعي، نزل المحل كله علي. هلا أنا كيف قمت بخير وسلامة؟ الحمد لله، هيدي من الله نعمة. والوجه هاد فات علي، ضليتني شي ساعتين لظهرت من المحل. يعني ايش هذا المحل اخوك؟ الله يسلمكم يا رب، الله يسلمكم يا رب. لا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله يخليكم يا رب. عن رايك باللي صار امبارح؟ نحن بنحمد الله على طول، شو ما يعملوا، والله لو بيعملوها ألف ومليون مره ما عم نحكي حكي. نحن بيعرفونا ولا شيء، كله هيدا ما بيهمنا، هيدا ولا شيء بالنسبه لنا. المصاري الحمد لله عندنا من خير الله كثير. والله أنا كنت قاعد جوا بالمحل وفجأة طلع الانفجار، افتكرت أول شيء قذيفة، قلت افتكرت طيران إسرائيل عم بيصف عنا بالمنطقة. بعد خمس دقايق عشر دقايق طلع الانفجار الثاني كمان نفس الشيء. وفجأة ما شفنا شيء إلا الدنيا سودة بسودة، ما عشان شيء. هذه كل القصة امبارح تضرر محلك وتضرر تضررنا كلنا سوا، بس عندي ابن عمي استشهد، بس نبيل منصور استشهد ابن عمي بس بالانفجار الحمد لله. والموظفين في عنا إصابات بس مش كتير، يعني كم شاب. هنا تناثرت الدماء على الأرصفة وحوافي بعض الطبقات الأولى من المباني المحيطة بالتفجير، ومعها أحذية الشهداء والجرحى، زجاج واجهات المحلات وبضائعها المرمية في الشارع، ووجوه يعلو عليها الذهول غير مصدقة أنها عاشت التجربة الانتحارية. هي أثمان لا يتوانى أبناء الضاحية عن دفعها في درب الحق والمقاومة. محل بخص علي بيضون، غازي بيضون، غازي بيضون بيو، غازي بيضون بيشتغل معه. استشهد الحاج غازي هون، انفجار صار هون واستشهدوا أربع صبايا بقلب المحل. هذا كل شيء حصل. عن رأيك بهذا التفجير؟ تفجير إرهابي. نحن صرنا 1400 سنة عم نعيد نفس اللحظة، من 1400 من استشهاد الإمام الحسين لحديت هلا، نحن بعدنا لحديت هلا عم نعيد نفس اللحظة، قطع رؤوس، أكلة أكباد، تفجير ما إلو رب ما إلو دين، هدول جماعة ما عندهم دين، يدعوا الدين وهن ما عندهم دين. يعني نحن مفرقانين معانا، نحن صامدين وبنضلنا صامدين، وشو ما عملوا ما خوفين من حدا، صامدين بالمنطقة، شو ما عملوا ما بنخاف من حدا. هي الرسالة الأكثر دموية وإيلاماً ووضوحاً في الحرب ضد القوى التكفيرية، مصيبة وطنية تتجاوز الضاحية وجمهور المقاومة لتشكل رسالة مفادها عدم التهاون مع هذه القوى التكفيرية التي يلفظها كل دين وشعور إنساني. من الضاحية الجنوبية لبيروت، نور أخضر، تلفزيون الكوت.